مرحبا. انولدت وعندي مشاكل بصرية لدرجة إني طلعت من بطن أمي على العمليات مباشرة. وما بدي أحكي لكم عن حالة الحزن اللي كانت عند أهلي، إنه كيف نتعامل مع هيك حالة، بس كان عندهم إيمان إنه بلكي بتحسن. أمي كانت تحكي لي إنك كنت ذكي وإنت صغير، كانت قعدني عندها في المطبخ، تعرفني على الأشكال، تحسسني إياهم، ألعب لها بالصحون، بالشواك، بالمعالق، أصنفهم وأقلبهم وأعجب لها على المطبخ. كبرت وصار لازم أدخل الروضة، بس المكان اللي إحنا ساكنين فيه في خلقيليا ما في مكان مناسب للمكفوفين، فحطوني أهلي في روضة في البلد، وعدت فيها سنة لكن ما سلكت الأمور كتير. سمعوا أهلي عن مكان مناسب للمكفوفين وبرعاهم وبهتم فيهم، بس كان برم الله. وما تتخيلوا هذا التحدي، ناس عندهم طفل بيشوف وما بيشوف، نحط هذا الطفل الصغير لعمره 5 سنين بمكان بعيد 80 كيلومتر عنا، ولا نخليه عنا بس ما يتعلم إشي. هون أبي كان موقفه حازم وحاسم وقرر إنه لازم يتعلم. بتذكر اليوم اللي أخذوني فيه أهلي على رام الله، لما حطوني بالسيارة وراحوا معي، وكان اللحظة الصعبة لما راحوا وتركوني. هون شعرت بالحنين بالحزن. المدرسة كانت جميلة وممتازة، والمشرفات والمعلمات في مدرسة القبس كانوا رائعين وحبوني، كنت لسه ولد صغير. لكن شعور الطفل لما ما يشوف أهله لمدة في الأسبوعين غير يومين، شعور صعب. اتدرجت في مدرسة القبس وقعدت فيها 10 سنين، كنت دائماً الأول، وانتقلنا من احتفالات لتكريمات وامتيازات. كنت بشوية النظر المتبقي اللي عندي بستمتع بمنظر الطريق، برؤيتي الخاصة، الطريق اللي ألفته وحفظته اللي بين رام الله وقلقيليا. كنت أستمتع بمنظر الجبال وهي تطلع والوديان وهي تنزل، والشتاء لما يخفي ملامح الطريق وما تبين. 10 سنين في مدرسة القبس انصقلت فيها شخصيتي وتطورت، لحد ما إجت آخر سنة عام 2014، وأنا مروح في إحدى المرات من رام الله على قلقيليا، وأنا بالسيارة فجأة تنطفي الدنيا، تتحول لسواد. أنا هون طلعت أصحابي اللي معي بالسيارة وبحكي لكم يا جماعة كأني بطلت أشوف. صراحة ما كنت هون بعرف إذا أنا بشوف ولا ما بشوف، لأني لما كنت أطلع من الشباك أشوف الشمس، أطلع على الأماكن اللي حافظها، كنت متخيل حالي اللي لسه شايفها. بيجي الأسبوع الأخير إلي في مدرسة القبس، وبتيجي عنا مؤسسة الرايت تو بلاي، الحق في اللعب، وإحدى الأنشطة كان هو اللعب في البولين. فحكيت هون أنا هذه فرصتي، البالون هذا الصغير رح يخليني أعرف إذا أنا بشوف ولا ما بشوف. قعدت هيك على جنب، مسكته، فتحت عيني منيح، طلعت عليه وما شفته، حكيت هون خلص. اجت العطلة الصيفية بعديها، وكان علي لازم أطلع من مدرسة القبس وأنتقل لمدرسة السعدية عندنا في البلد، أنتقل من مكان كان كله مخصص للمكفوفين لمكان كبير ما في إلا كفيفين، من مدرسة كان فيها 60 طالب 5 طلاب في الصف لمدرسة كان فيها 35 طالب في الصف، 600 طالب في المدرسة. حكيت هون يا إلهي كيف بدي أبين؟ رح أبين هون؟ رح أبين في هذا المكان الكبير الغريب؟ حسيت بالغربة. لما أبوي أخذني أول يوم على المدرسة حكي لهم دير بالكم عليه، صح رجعت على قلقيليا بس رجعت على مكان ما بعرف فيه حدا. لكن قررت إني ما ألعب دور الضحية، وقررت إني أخلي هدول السنين أحلى سنين في حياتي،
صرت أشارك في إذاعة القرآن الكريم، أطلع على الإذاعة وأتفلسف وأحكي لهم وتحدث لهم عن مشاكل المكفوفين واحتياجاتهم وميولهم وأشيائهم، وأقرأ قرآن يعني عملناها في المدرسة عجبة. لحد ما وصلنا سنة التوجيه اللي كان مقرر فيها أني قررت أتقدم على امتحان باستخدام التكنولوجيا كواحد من أوائل الناس في فلسطين اللي بتقدموا بالطريقة هاي غير التقليدية. قدمنا على الامتحانات وجبت معدل 98.2. الأول مش على المدرسة، لا على المحافظة. شكرا. وشو بدي أحكي لكم عن هالفترة؟ انعجكنا مقابلات وإعلام وتلفزيون وصحافي ومذياع، والله حسيت حالي أشهر واحد في الدنيا. 16 مقابلة سويتها في أسبوع. هم يسألون الصحافة: مؤنس، أين ترى نفسك السنة القادمة؟ أين هو وجهتك في السنة القادمة؟ كنت أحكي لهم بيرزيت، جامعة بيرزيت تخصص اللغة الإنجليزية. يوم من الأيام برن هالتلفون، ألو مين؟ جامعة بيرزيت، مؤنس معي؟ مؤنس إيش في؟ أنت إلك منحة تفوق، تعال عنا. ايه جامعة بيرزيت؟ الله حلو. رحت على جامعة بيرزيت واول يوم التقيت في رئيس الجامعة وحكى لي: مؤنس شوف لك منحة اول فصل وبعدين دبر حالك. وانا ما كذبت خبر، ظلت ناس لخاف انا رات لاخر سنة. ايه بس التحدي في جامعة بيرزيت كان كبير. إذا كانت مدرسة السعدية فيها 600 طالب، جامعة بيرزيت فيها 15,000، مساحتها 800 دنم. يا إلهي وين بدي أكون؟ بدي يبين مؤنس؟ شو بدي أحكي لكم عن يومي؟ كنت أصحى الساعة 5 الصبح، أروح أكمل نومتي في السيارة، وإذا يعني لا سمح الله كنت صاحي أقعد أسمع فيروز وديع الصافي. الطريق نفسه هو رجعت أقطعه، بس المرة بنظر أقل. طريق نفسه اللي كنت أروحه على مدرسة القبس، لكن المرة بنظر أقل لكن برؤية أكبر. أوصل الجامعة الساعة 7:30، نشرب القهوة، سواء الدنيا صيف ولا شتاء حلو في بيرزيت. وأوصل على المحاضرة مباشرة الساعة 8، تفكروا بسمح للأجواء هاي الدرامية تصير، أول واحد بدي أكون، وكنت أخذ نوتس مع الأستاذ. وبأوقات الفراغ نقعد مع أصحابنا نشوف شو وضعهم نساعدهم. روح البيت على قلقيلية الساعة 7 في الليل، ما كنتش أدرس إلا الجمعة والأحد يوم العطلة. رغم ذلك خلصت لغة إنجليزية فرع ترجمة بسنة 2.5 بمعدل امتياز. رشحت حالي لرئيس نادي اللغة الإنجليزية في هذه الفترة، فزت بأغلبية 63%، وعملنا نشاطات مع النادي من إفطارات جماعية ومشاركة مع كرة السلة وكرة القدم، وأخذنا ميداليات وجوائز وكؤوس. كمان شاركنا مع برنامج التوترينج في دائرة اللغة الإنجليزية لما كنا نعطي دورات للطلاب عن مواد التخصص. كان في ساعات عمل تعاوني، بس أنا ما كنت أحل عن الطلاب، كنت أحكي لهم تعالوا في الصيف في ساعات عمل تعاوني، بس تعالوا دا أشرح لكم. كل ما كان عميد الأدب يشوفني يحكي لي: مونس إيش يا نشيط. وتخرجنا من جامعة بيرزيت وقدمنا على بعض المنح الماجستير في الجامعات، وجانا قبول من جامعات كبيرة زي جامعة ريدينغ في بريطانيا وجامعة بروكسل في بلجيكا. سجلنا في مشاريع ريادية زي مشروع الجبل، دورة إعداد المعلمين مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت وغيره. واليوم أنا مدرس للغة الإنجليزية وعندي طلاب متعددين، وفي اليوم منهم إجوا حضروا مشكورين. بدي أحكي بالأخير إنه هاي التحديات والإنجازات ما كان في وراها آلة، كان في وراها إنسان بيضحك وبيبكي، بيفرح وبيحزن. كان في قدامي طريقين، إما بلعب دور الضحية وبحكي لهالمجتمع إني أنا ما بشوف وما بعرف وخلص، أو بختار طريق التحدي واللي كله صعوبات. فأنا قررت الطريق الثاني. الحياة شغلتين، إما بتشوف الهدف
أو بتشوف المعيقات. وأنا بحكي دائما شوف الهدف وتوكل على الله. شكرا. يا مريم.